السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. قولوا آمين. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع الحج الصحي واللامبالاة التي يعاني منها الشعوب العربية أجمع، وذلك لقلة الإمكانيات داخل الدولة وعدم التكاتف والتعاون رغم أننا مسلمون. ولذلك أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه. ولتخطي هذه الأزمة لا بد من التعاون في هذا الموضوع. ولذلك أصنف الشعب المصري أو الشعوب العربية أجمع إلى ثلاث أصناف من الأشخاص: صنف مرعوب من الفيروس ويخشى على نفسه وعلى أهله ويلزم بيته، والصنف الآخر يخاف على أهله وأسرته ولكن لا يجد قوت يومه، والصنف الآخر وهو المصيبة، والصنف الآخر وهو الذي لا يبالي ولا يلقي بالا لموضوع الفيروس وأزمة الفيروس، وهذا هو المصيبة. كيف نحمي الصنفين الأوليين من الصنف الثالث؟ الصنف الأول ده لن يستطيع تنفيذه إلا فئة الموظفين. في كل شهر بيجي لهم عائد مادي قد يكون بخس ضرائب معدودة، ولكن أفضل من بلاش. والصنف الآخر من لديه رصيد مخزون من المال. أما الذي لا يمتلك رصيد من المال فمضطر أنه يخرج ويبحث عن عمل، هذا الصنف لا بد أن نساعده، إما بالنظر إليه والبحث عنه ومساعدته، وإما أن نوفر له البيئة الصالحة للعمل الخالية من الملوثات. فلو افترضنا أن لدينا ثلاث أصناف من الأشخاص: الفئة الأولى جلست في بيوتها، الفئة الثانية اضطرت للخروج، الفئة الثالثة تخرج ولا تبالي. الحل الوحيد لتفادي الزحف، للأسف الزحف الوبائي، هو العمل التطوعي طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولتخطي الأزمة لابد من العمل التطوعي. كيف نقوم بالعمل التطوعي؟ لدينا نوعين من المجتمعات: المجتمع الريفي والمجتمع الحضري. المجتمع الريفي تعداد سكاني قليل في مساحة واسعة، تعداد الحضري تعداد سكاني كثير في بقعة صغيرة. أولا في المجتمع الريفي أو النجوع كما نقول في الصعيد، سيقوم في كل عائلة مجموعة من الأشخاص، مجموعة من المتطوعين المتعلمين، ونشترط أن يكونوا متعلمين حتى يكونوا على أقصى دراية بخطورة الموقف. سيقومون 10 أشخاص من كل عائلة، لو افترضنا أن العائلة تحتوي على 50 إلى 100 فرد، فلو قلنا أن 10 أشخاص هيقوموا بخدمة العائلة بالكامل وشراء الطلبات لهم كما سنوضح، سيكون أأمن لباقي أفراد العائلة. هيتم ذلك عن طريق كتابة لستة كما هو موضح، لستة للطلبات لكل بيت من البيوت أو كل أسرة من الأسر، ويتم تسليمها كل يوم جمعة للأفراد المتطوعين. بعد ذلك يتم تجميع كل الطلبات، لو افترضنا أن الأخ فلان عاوز 10 كيلو طماطم، الأخ فلان عاوز 5 كيلو، الأخ فلان 7 كيلو، وهكذا، ويتم تجميع ويتم شراء 100 كيلو طماطم، وبعد كده يتم توزيعها على حسب كل طلبات كل واحد لوحده. وبذلك نكون تفادينا انتقال الوباء لا قدر الله داخل الأسرة. لو افترضنا أن كل أسرة خرج منها واحد يشتري الطلبات، لو لا قدر الله اتعدى من أي حد هيروح ينقل المرض لباقي أسرته. لكن لو افترضنا أن 10 أشخاص فقط لغير من كل 50 أو 100 أسرة أو 100 فرد ذهبوا لشراء كل المتطلبات، ساعتها يكون هم بس اللي متعرضين. طبيعي نضحي بيهم،
لا طبعا مش هنضحي بيهم، لا احنا قلنا في البداية انهم لازم يكونوا متعلمين عشان يكونوا على اقصى دراية بالموضوع، وبالتالي هيكونوا على كفاءة عالية في تطهير انفسهم بعد تنفيذ العملية. طبعا هذه العملية تتم كل اسبوع مرة واحدة فقط لا غير، فكل واحد يشتري طلباته كلها مرة واحدة. وبالتالي بعد ما بيرجع، بدل ما كان كل أسرة محتاجة قزازة كحول عشان تطهر نفسها، لا الأشخاص دول بس 10 أشخاص من كل 100 فرد هيحتاجوا قزازة كحول يتطهروا بيها. لو افترضنا إن كل واحد من كل أسرة محتاج ماسك ينزل بيه، لا ال10 أشخاص دول فقط لا غير هم اللي هيحتاجوا ماسكات، وبالتالي هنوفر في الماسكات وهيكون موضوع اقتصادي. طيب هذا في المجتمع الريفي. أما المجتمع الحضري كل عمارة من المعروف المجتمع الحضري كل عمارة كل يكون فيها 10 أسر 15 أسرة أيا كان، يتم تطوع 10 أشخاص برضو من كل العمارة يشتروا الطلبات كلها للناس بنفس الليست اللي احنا عرضناها، بحيث انه يجيبوها مرة واحدة في الأسبوع، وبالتالي هم فقط اللي يكونوا معرضين للعدوى، وبعد كده يتم تطهيرهم والأخذ بالاحتياطات بالكامل. وبكده نكون تفادينا الأزمة، قللنا العرضة للإصابة، سيبنا الشوارع فاضية للفئة اللي التانية. فاكرين الفئة التانية اللي مش لاقية شو، اللي معهاش فلوس تعيش منها؟ الفئة دي مضطرة تنزل مشتغل، مضطرة تشتغل. فلو افترضنا انه 50% من الناس قعدت في البيوت وجزء منهم قاعد يخدم عليهم، الشوارع هتكون فاضية، يقدروا يشتغلوا ويكفوا أسرهم. الفئة دي بقى خلاص احنا تجنبناهم الحمد لله، لأنه الفئة اللي بيتعاملوا معاهم هم الأشخاص المتطوعين اللي بيتعاملوا معاهم، خلاص كده ايه واخدين احتياطاتهم، بينزلوا بماسكاتهم، بينزلوا بالكحول بتاعهم، بعد ما يرجعوا بيتطهروا كويس خالص، وبالتالي نتفادى الأزمة إن شاء الله رب العالمين. وفاكرين أنا ليه قلت لكم لازم المتطوعين يكونوا متعلمين؟ كما قال الألبيري في منظومته أو تائيته: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. يا رب يا رب يكون محتوى الحلقة أفادكم، ويا ريت نتخذ احتياطاتنا، ولو تعاملنا بعقل وحكمة إن شاء الله سنتخطى الأزمة إن شاء الله رب العالمين. والموضوع مش صعب، لكن لو تعاملنا معاه بهمجية هيبقى أصعب مما تتخيلون. سلمنا الله وإياكم من كل سوء، وبارك الله فيكم، طبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.